كلنا عارفين ان الحياه بتكون يوم حلو ويوم صعب، ولكن ان احنا نقدر طول الوقت نكون دايما متفائلين وايجابيين ده اكيد بيساعدنا نعدي لحظات صعبه كتيره جدا في الحياه. السوشيال ميديا دلوقتي بقى فيها كتير من الحاجات اللي بتصدر لينا طاقات سلبيه، وقررنا ان احنا نغير كل ده ويكون ضيفنا النهارده شخص مشهور بالمواطن المتفائل، لانه بيصدر دايما طاقات ايجابيه وتفاؤل للناس، وقدر انه يوصل للناس بسرعه جدا، والفيديوز بتاعته تحقق مشاهدات عاليه جدا. ضيفنا النهارده محمود عبد المجيد. ازيك يا محمود؟ ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ من ساعه ما دخلت الاستوديو وانت مديني ابتسامه كده من هنا لهنا وانا مبسوطه بيها جدا، خليت اليوم يتغير كده بعد كويس. ما الواحد جاي في الزحمه بدايه جيده. الدنيا كانت عامل ايه يا محمود؟ انا كويس الحمد لله، مبسوط جدا ان انا معاك يا ريهام النهارده. وانا كمان مبسوطه جدا، وعايزه اسحب منك الطاقه الايجابيه دي اخدها لنفسي شويه ارجوك. قولي بقى ازاي الاول ابتديت الصفحه بتاعتك على السوشيال ميديا؟ طيب انا بدات مش من زمان، بدات من سنتين، والفكره ان انا كنت انا مهندس، وكنت انا كنت عايش بره في امريكا ورجعت مصر بقالي 7 سنين، فكنت بدي محاضره، وفجاه الطلبه كلها في المحاضره اول ما عرفوا ان انا كنت في امريكا بقت الموضوع انت ازاي سبت امريكا وجيت على مصر وجيت مصر. أوكي. ده احنا عايزين نسافر، احنا عايزين، وانت كنت هناك وجيت. وبدا الكلام، ولقيت حد بيقول لي انت حضرتك متفائل قوي. كلمه متفائل دي رنت في وداني. بعد كده قلت طب والله الواحد دي حاجه كويسه، ده انا مواطن متفائل. ورحت نازل على السوشيال ميديا وكتبت انا مواطن متفائل، وتفائلت ان انا احط يعني اقول حاجه زي كده، ان ناس كتير قالوا لي لا لا مش هتعمل حاجه ومش هتحقق ويا عم تفاؤل ايه وبس. وبدات ان انا انزل فيديوهات صغيره 10 ثواني 15 ثانيه، والنهارده سنتين انا طالع معاكي بنتكلم على حاجه ان الناس لقيت عندها، الناس مبسوطه بيها، الناس بتتابعني، الناس بتتفرج، الناس عايزه دوت، الناس حابه ان هي تشوف حاجه ان لا خير ان شاء الله. بتفكر تفكير سوداوي دلوقتي صح؟ لازم ام العكننه، لازم تعكنن، مش ممكن، ما تقدرش تعيش، لازم تعكنن، لازم تفكير سوداوي. كفايه تفكير سوداوي، اللي في دماغك ده مش هيحصل. تفائلوا بالخير تجده. يا سلام بقى اهو خلاص. طب قولي انت فاكر يا محمود اول فيديو خالص عملته؟ اول فيديو عملته اول فيديو عملته كنت بتكلم على ان كله بيشتكي ان حاجه، وبقول يا جماعه هو معقوله كل حاجه وحشه؟ كله بيشتكي من كله، ما حدش كده بياخد وقفه كده ويقول يمكن انا شايف الموضوع بشكل مختلف. وده كان من الفيديوهات اللي انا عملتها، والناس يعني بدات اللي هو ايه، ان انا كنت قاعد مع ناس وكله بيشتكي من كل حاجه، والمهندس بيشتكي من الدكتور، والدكتور بيشتكي من السوبر، اللي هو احنا لفه ما بتخلص، لفه ما بتخلص. طب ما هو حد ممكن يقول لا الحمد لله يا جماعه، والله احنا كويسين، احنا عندنا حاجه زي كده. ده كان اول فيديو عملته، ده كان في شهر 9 2021، لا 2020. أوكي. 2020 يعني من 3 سنين تقريبا. ده احنا عندنا حته كده ان احنا دايما بنحب نشتكي، وحتى لما تيجي تتكلم مع واحد صاحبك او واحده صاحبتي مثلا، هي اقول لها يا بنتي قولي الحمد لله، فهي تروح قايله لك اه طبعا الحمد لله بس اصل عارف انا دول كلنا عندنا هو غالبا نفس الصديق نفس الصديقه موجودين بيبقوا على كل لا واحد. على فكره كلنا بنعمل الحاجات دي. يعني لما انا بحس انها مثلا مخنوقه قوي من موضوع مضايقني او حاجه، فحد يجي يقول لي لا بس برضو يعني قولي الحمد لله ده غير كذا وكذا، الحمد لله بس بصراحه كلنا بنعمل كده. يعني كلنا واحنا جوه المشكله مش بنبقى حاسين قوي ان الموضوع يتحل بسرعه. طبعا بشكر ربنا على كل حاجه مديها لي تانية في الحياه، بس ساعتها في اللحظه دي الواحد بيكون مخنوق قوي، فبيقول لك بيقول الحمد لله بس اصل كذا. وده طبيعي، احنا قلنا كلنا كده. والتفاؤل مش معناه ان انا لما تجيلي مشكله اللي هو لا لا عادي يا عم انا مشكله بيس الحياه حلوه انا لا ده مش معناه التفاؤل، ده معناه وهم. صح، التفاؤل مش معناه الوهم، التفاؤل معناه ان انا شايف عندي مشكله بقول الحمد لله، ان الحمد لله ربنا قال لنا قولوا الحمد لله على كل حاجه، فاحنا يعني ده حاجه بتساعدنا. لكن التفاؤل معناه ان انا اشوف المشكله اللي عندي ما تشائمش انها هتبوظ وهتعك، انها لو بايظه هعمل انا ايه؟ ما هي كده ولا كده بايظه. لكن التفاؤل يخليني ايه، انا شايف ان دي مشكله هتعامل معاها واقدر ان شاء الله اطلع منها، بس محتاجه اعمل 1 2 3، افكر في حلول. وفي اوقات بتبقى ضلمه بس الوقت بيحلها، الوقت يعني انا ساعات بتبقى، انا بقول لك هو المواطن متفائل، انا في اوقات بتبقى ضلمه طبعا،
ما انت بني ادم برضه على فكره. بعمل زي اي ذكر شرقي، اروح رايح لماما ماما تخش داخل عليا كده تقول لي في مشكله، اقول لها مش عايز اتكلم على اي حاجه، اقعد شويه تعمل لي حاجه اكلها كده، مراتي تكلمني فين عند ماما، يبقى في حاجه مضايقاني، في حاجه مضايقاني كبيره قوي، ولا خلاص الوقت ممكن يعديها. وده حاجه يعني بلاش نتعامل مع ان التفاؤل ده وهم، لا التفاؤل مش وهم. ان اقول لك بقى حاجه ظريفه، احنا ساعات كتير بنتشائم ونفكر تفكير سوداوي وانها مش هتحل. 93% من ده ما بيحصلش، دي الاحصائيات، يعني الدراسات بتقول 93% من التفكير السيء ما بيحصلش. يبقى مين اللي عايش في الوهم؟ البني ادم اللي بيفكر دايما تفكير ايه؟ سلبي. مش بقى المتفائل. وخلي بالك مصريين كتير قوي ماشيين متفائلين بس هم مش واخدين بالهم. ازاي؟ ان هو يقول لك ايه؟ لا ما هتعدي. لا ده احنا لزاز قوي برضه. احنا في كل مشكله لازم، احنا اكتر ناس بتتريق على حال نفسهم. احنا اكتر ناس بتطلع نكت، احنا اكتر ناس يعني امثال شعبيه في عز النكد وفي عز اي نوع من اي ماساه، تلاقي دايما التهريج والنكت بتطلع على طول. احنا برضه شعب لذيذ جدا صح؟ الناس تقول انت رجعتي ليه عشان احنا لزاز يا جماعه. احنا حلوه يعني، فاحنا بنعمل ده. شوفي انت قلتي ازاي في عز النكد في عز الازمه تلاقي نكت وهزار وضحك والناس بتحاول تطلع نفسها. احنا شعب والله يعني وعنده دوت، بس هو ايه محتاج؟ كان محتاج حد يوجهه يقول له لا خلي بالك انت متفائل واللي بتعمله ده هو ده الصح وهو ده اللي يعديك من المشكله. طب قول لي يا محمود، في البدايه اكيد كان في صعوبات على السوشيال ميديا. ايه هي اكتر الصعوبات لو تفتكرها، وايه اكتر الانتقادات اللي جات لك وتعاملت معاها ازاي؟ بصي اول الصراحه اكتر صعوبات كانت بتيجي على السوشيال ميديا هو الانتقاد. السوشيال ميديا دي يا جماعه زي انت في الاعلام، انت حاطه نفسك قدام الناس كلها، كل حد ليه راي طبعا. وعلى السوشيال ميديا مفيش، انت مش شايفه اللي بيتكلم، فالحد اللي بيرد اللي بينتقد قوي بيقول كلام ساعات يوجع ويخليكي انت تشكي في نفسك. يعني انا كان بيجي لي انتقادات وكومنتات تخليني محمود وانا ليه بعمل كده، انا لا، وناس تقول لي لا 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 بطل، ولا والفيديو ده ملوش لازمه، وايه الكلام ده، وممكن توصل مسجات الى حد يعني ايه شتيمه. كنت متفائل بقى ساعتها؟ مش قوي. اكيد مش قوي، كنت قلقان وكنت خايف، وفي حاجات كنت انزل فيديو وامسحه، لحد ما يعني حد كده مشهور على السوشيال ميديا قال لي عادي على فكره وده الطبيعي، ما تركزش في الحاجات دي، ما تبصش. يعني بحس الناس اللي دايما بتقدم محتوى لذيذ على السوشيال ميديا مش لازم يكون كله حاجات تعليميه او ان انت ازاي تكون احسن، او يعني ساعات بيكون في محتوى على فكره دمه خفيف. هو فكرته ان انت تبتسم وتضحك او ان انت تحس ان انت عملت حاجه النهارده بان انت سمعت معلومه صغيره قد كده. المحتوى بيختلف من شخص للتاني، بس هو في ناس كتيره جدا 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 بيدخلوا يدي لك كومنتس او تعليقات بتكون سخيفه جدا جدا جدا. هي الفكره ان لو انت ما بتقدمش حاجه حلوه، ده رايي، مفيش حد هيبقى شايفك، محدش هياخد من وقته المجهود ان هو يكتب لك الفاشل فاشل، فمحدش بيتعب ان هو يفشله زياده. مظبوط. وفي حاجتين يعني، في نقطتين مهمين جدا كمان انت بتتكلمي فيه. ده طبعا كل في حد ممكن يعمل محتوى هو او هي عايز الناس تضحك بالظبط، زي ما في فيلم كوميدي وفي دراما وفي برنامج كوميدي وفي برنامج بيحل قضايا سياسيه شائكه او حاجات زي كده. السوشيال ميديا نفس الحكايه، بس في نقطه، انا كصانع محتوى في حد خد من وقته دقيقه ولا دقيقتين ان هو يخش ويكتب تعليق سيء جدا سخيف جدا، انا بتعاطف معاه ان هو اكيد عنده مشكله في حياته هو او هي اكبر منه، ان ده تنفيس يعرف ان هو ما يعرفنيش، ولو شافني في الشارع ممكن مستحيل يقول لي كده. و90% هيجي يتسلم عليك ويتصور معاك على فكره عادي جدا، لكن هو بيطلع حاجه، فانا اللي هو يعني ده المشكله اللي عندك. طيب محمود، من خلال النهارده عايزين نفهم منك يعني ايه كلمه موتيفيشنال سبيكر على السوشيال ميديا. اوكي، هقول لك بقى معلومه خطيره. ممكن تشرحها لي الاول بالعربي؟ اوكي، موتيفيشن اللي هو محادث تحفيزي بيحفز اللي قدامه عن طريق كلام او معلومه بيقولها، ان هو الشخص اللي قدامه اللي هو وهي يمشي ينفذ الحاجه اللي هو عايزها او اللي هي عايزاها. يسمع الكلمه دي يتم استثارته
واستثارتها ان هو لا انا عايز اعمل الحاجه دي، فانا كنت داخل ان انا عايز اعمل كذا فانا فعلا هستمر واعمل دوت. النقطه عندنا ايه بقى؟ ان احنا كده خلصنا يعني ايه تحفيز. بالظبط. التحفيز ده مش حاجه مستمره على طول. يعني يقول لك ايه انا فاقد الحماس، الحماس مش حاجه مكمله معايا طول الوقت. اوكي، بتروح وتيجي. بتروح وتيجي. المهم ايه؟ الاستمراريه. اوكي، يعني انت دلوقتي نازله البرنامج الصبح جاي، الدنيا في مطر، زحمه، مدرسه، ميه مقطوعه بالظبط. كنا بنتكلم ده قبل التسجيل، الهواء قبل الهواء انه الميه مقطوعه. ده كان كله يخليك ان انت مش متحمسه قوي للحاجه تحصل. بس في التزام طبعا. الالتزام هو اللي يخليني احسن بقى. ان انا مهما كانت الصعوبات انا مكمل. احكيلي بقى عن You can't fix him. الموضوع الشائك ده. ده اكيد. احنا اول ما يجي المواضيع دايما على لسه كنا بنقول في بدايه الحلقه عن العلاقات بين الرجل والمراه، دايما تلاقي كله راح مطرطق. أيوة. ودانه كده وعايز يسمع ويشوف. ده اشهر فيديو. ده كانت الانطلاقه الحقيقيه. بالزبط. لمحمود عبد المجيد على السوشيال ميديا. طب خلينا الاول نشرح برضو يعني ايه You can't fix him. You can't fix him بالعربي يعني مش هتقدر تصلح حد. بس انت كنت بتوجه الكلام للبنات. يعني انت بتقول للست انت مش هتقدري تغيري هذا الشخص. بالزبط. او تصلحيه بمعنى اصح. او تصلحيه. في بنات كتير وده منتشر اكتر في البنات يعني للامانه. ان هي بتتعامل مع راجل او ولد ايا كانت الفئه العمريه ان هو في حاجات هي مش عايزاها مش مبسوطه بيها، تقول لك لا 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 انا هغيره بعد الجواز. انا بعد الجواز هغيره. وبعد كده بعد الجواز من اليوم في محاكم الاسره. التطور الطبيعي بتاع الحاجه الساعه اللي احنا بنشوفه. ليه؟ ان هي دخلت الدخله الاولانيه لا 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 انتوا ما تعرفونيش انا اقدر اعمل ايه. ايوه طبعا معروف. ده انا حكايه معروفه ده عارفه انت حكايه تقدري تعملي حاجه خالص. بالظبط. لا ابوه ولا امه ولا الزمن غيروه. ليه متوقعه ان انت اللي هتغيريه؟ الحاجه في واحده او حد يقول لك لا لا هو اتغير. ايوه هو كان عايز يتغير. هو كان شايف في نفسه ان هو اللي بيعمله ده حاجه مش حاببها او مش عايزها وعايز يغيرها في نفسه. طلب المساعده، طلب الحاجه، النصيحه من حد. ده يو كان تو ورك وذ، تشتغلي معاه، تشتغلي معاه ان هو يتحسن. يتحسن بس الهدف بس لازم يجي الاول منه. اوكي. هو في حد لو مش عايز يعمل حاجه بيعملها؟ لا طبعا مش عايز اعملها. احنا مش بنتكلم على اطفال اصلا، بنتكلم على ناس كبار في السن يعني فاهمين واعيين. في حاجه مش عايز يعملها خلاص مش هعملها. ده سواء الحكايه دي بتحصل لراجل او لست. لو حدش عايز يعمل حاجه ما بيعملهاش، فايه اللي يخلينا نعتقد ان انا هغير بني ادم من غير يعني؟ ربنا بيقول لنا كده لكل بنت بتتفرج عليا والله العظيم يو كانت فيكس، وحياه ولادي يو كانت فيكس، لو هو بروكن سيبيه بروكن دونت فيكس. بس انا عايز اسالك على حاجه. قولي. تعتقد ده اعتقادي الشخصي ماشي ان انا بحس ان الست ممكن الراجل يغيرها، مش كل الستات طبعا. اوكي. بس يعني التركيبه بتاعت الست عامه ان هي اسهل علشان تحافظ اكتر على بيتها وعشان تحافظ اكتر على جوزها وعشان خاطر ولادها وعشان وعشان خاطر هي بتحب قوي وعشان خاطر هي حساسه قوي، حساسه جدا. فبحس ان هي ممكن تتغير في حاجات كتيره جدا علشان جوزها. صح. شفت بقى الستات اطيب ازاي؟ انا مهما يعني ما اقدرش اتكلم بس الست عامه والست المصريه بشكل كبير بيبقى عندها قدرة اللي هي عايزه تمشي الامور. هي عايزه تمشي الدنيا عايزه تمشي المركب وبتيجي على نفسها. بتيجي على نفسها. هي مش بتتغير، هي بتيجي على نفسها عشان ما تعملش دوت. عشان وفي اوقات كتير بتبقى شايفه ان جوزها تعبان وشايل الهم فعايزه تطيب خاطره. عايزه اللي هو انا معاك، انا في ظهرك. انت عارفه في كلمه هو في احلى من كده؟ طيب لا مفيش طبعا. لا احنا بص احنا عندنا جمله شهيره يعني انا دايما بحب اقولها، تقول لك الست المصريه تقول له يا حبيبي يا اخويا، يعني قربته لقرابه علاقه الدم. ان انا في ظهرك انا معاك. وده الطبيعي، ده اللي احنا او مش ده الطبيعي، ده اللي احنا اتربينا عليه. طب في تغيير دلوقتي بيحصل يعني برضو عشان ابقى منصف في حاجات، ان لا بقى في نوع من انواع اللي هو ايه انا كده واذا كان عاجب. من الراجل ولا من الست؟ بقى بيحصل في الاثنين. انا بشوف الموضوع ده وانا ما عنديش مشكله في الكلمه دي،
بس نبقى من الاول واضحين واضحين، يعني سواء الراجل او الست من الاول انا كده ومش هتغير. عارف ان برضو في رجاله يقول لك انا هتجوزها وبعد الجواز اغيرها، اصل هي بتشتغل قبل الجواز، فانا لما هتجوزها لا مفيش حاجه اسمها عندي شغل. انا عايز اقول لك على الجروبات بتاعت الستات اللي على السوشيال ميديا اللي انا اكيد مشتركه فيهم كلهم، دايما يبقى في حته اللي هي بتاعت هو مثلا اتجوزني وانا بشتغل ودلوقتي عايزني اسيب الشغل، هو اتجوزني على فكره وانا بصحى مثلا فور اكزامبل متاخر شويه، دلوقتي هو عايزني اصحى بدري، مع ان انا هو كان في الاول عارف كذا، هو كان واخدني الاول وانا بحط ميك اب، دلوقتي هو مش عايزني احط ميك اب. طب ما انا عجبتك وانا عامله كده، ايه اللي اتغير بعدين؟ ودي لازم انا بقول يا جماعه ما تقول يا حبيبي من الاول انا عايز ده، ليه فكره او انت قول لها انت بتشتغلي احنا بعد الجواز انا مش هخليكي تشتغلي، وهي ليها حق الرفض، هي ليها حق انها تقول انا مش عايزه دوت، انا مش هعمل كذا، فتبقى انت واضح ان هيحصل ايه. بتبقى هي تقول لك زي بالظبط كده، انت اتجوزتني كده انا عايزه ده، فيبتدي يعمل مشاكل، فيبتدي يحصل خناق، فيبتدي يحصل بقى اللي قلنا محكمه الاسره والمشاكل دي. طب ليه ما احنا جزء من التفاؤل ان انا اتعامل مع الامور بواقعيه، بلاش تفاؤل، ده مش تفاؤل، ده وهم ان انا لا بعد الجواز انا ولا هتحط ميك اب ولا هتنزل الشغل ولا هتروح النادي ولا هتنزل مع اصحابها بتوع الجامعه ولا اي حاجه، تفضل قاعده في البيت ما بتتحركش. في ناس بتيجي تقول لي انا خلات ونجحت، لا ما هو خناقه بقى والجواز والعيشه بقى وقرفانين وطالع عينينا والوضع صعب. ايوه يا سيدي الفاضل، ما هو عشان الحاجات ديت انت مش واخد بالك صح. فلكن ما هو خليني اقول حته كده، احنا في رجاله كتير في مصر وورا الكاميرا بيبصوا لي اللي هو هيتكلم في السيد. السيد دي شخصيه خياليه عملها روائي عظيم استاذ نجيب محفوظ الله يرحمه، وهو كان بيحط صوره لشخصيه سيئه، شخص كان سيء. ده مش معناه ان احنا لازم نبقى عاملين زيه، لكن احنا خدنا الجزء بتاع ان هو بيخش البيت بيقول الكلمه كله بيقف بيسكت، هو كان خوف وليس احترام. ان احنا لما نشوف بقيه الفيلم او الروايه ونقراها، لان هو حصل له مشاكل واولاده كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا من وراه وما بيسمعوش، وهو كان بيعمل جدا. ايه هل ده اللي انت عايزه؟ لا طبعا. هل ده اللي انت عايزه في حياتك؟ وشخصيه امينه السيده الخانعه تماما اللي بتعمل اي هل انت عايزها كده؟ يعني انت لما بتيجي ترتبط ببنت دلوقتي انت عايز الشخصيه دي؟ لا، انت بتدور على شخصيه حرامي بس انت عايزها تبقى كده. لا ما بيحصلش، يعني الكاميرا ما بيحصل، ما تحاولش وتعبش قلبك وما تعبناش معاك. محمود انا بجد بشكرك النهارده على وجودك معايا وانبسطت جدا من الانترفيو، وان شاء الله نشوفك تاني قريب باذن الله. وانا مشكور وشكرا ليك. ميرسي يا محمود. وبكده تكون خلصت الحلقه النهارده، نشوفكم ان شاء الله الاربعاء الجاي في نفس الميعاد. باي باي.